أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد جلسة مجلس الأمن الأخيرة لمناقشة الوضع السياسي والإنساني والميداني في اليمن. حذر المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث من تقسيم اليمن، وأدان في إحاطة أمام مجلس الأمن المحاولات غير المقبولة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للسيطرة على الدولة. ومن جهة أخرى قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن قصف الإمارات لقوات الجيش في عدن يمثل خروجا عن القانون وعن أهداف التحالف في اليمن، مؤكدا رفض الحكومة تسليح أو دعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين. في ظل التوتر شمالا وجنوبا، هل ما زالت فرص الحل وإعادة مسار السلام موجودة؟ وماذا يمكن أن تقدم التحركات الدولية لحل أزمة التمرد في عدن وإعادة العملية السياسية في اليمن؟ نتابع أولا التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تحرك جديد في الأوساط الدولية وجلسة أخرى مخصصة لمناقشة وضع اليمن في مجلس الأمن بعد أحداث متصاعدة شهدها الملف اليمني في شماله وجنوبه. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وفي إحاطته حذر مجددا من تقسيم اليمن، ووصف تحركات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بغير المقبولة للسيطرة على الدولة. واقعة قصف الإمارات لقوات الجيش في عدن كانت حاضرة في جلسة مجلس الأمن، إذ أدان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي القصف الذي تعرضت له القوات الحكومية، وقال إنه فعل يمثل خروجا عن القانون وعن أهداف التحالف في اليمن. ملف الحديدة لم يكن غائبا أيضا عن الجلسة، حيث أكد المبعوث الأممي أن الأوضاع تسير هناك بالاتجاه الصحيح، لكنه في المقابل بدا غير متفائل في ملف المعتقلين الذي لم يتم تحقيق أي تقدم فيه بحسب تصريحه. خطوات التهدئة ما تزال صعبة وتنتابها تعقيدات كثيرة، هكذا وصف متابعون المسار السياسي والميداني في اليمن، وتحديدا بعد الهجمات التي استهدفت أرامكو السعودية والتي قال جريفيث في إحاطته إنها ستقود المنطقة لانفجار إقليمي. الحديث عن الوضع الإنساني اليمني لم يكن غائبا عن الجلسة، حيث أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك أن ميليشيا الحوثي مستمرة في إعاقة عمل المنظمات الإنسانية، مشيرا إلى أن الميليشيا تسعى إلى وضع لوائح جديدة لعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها. عودة إذن إلى التحركات الدولية في ملف الأزمة اليمنية في ظل مشهد ميداني وسياسي وإنساني معقد، وهي تحركات عديدة لم تنتج أي تغيير منذ 5 أعوام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ النقاش مع ضيفنا من اسطنبول سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات. مرحبا بك سيد عبد السلام. بداية، كيف تابعت الجلسة الجديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه التحركات الدولية لحل أزمة عدن وإعادة المسار السياسي في اليمن؟ باعتقادي أنا أن أي جلسة لمجلس الأمن بعد حالة التمرد والانقلاب الثاني الذي حصل في عدن ما لم يكن يتجه باتجاه تطبيق القرار الدولي 2216 فهو أمر نستطيع أن نقول تضييع وقت فقط، وهو يضع الشرعية وما تبقى من مشروعية الدولة في خطر. وبالتالي أنا لا أرى جديد في هذا اللقاء إلا من باب صرف فقط كلام للشرعية والاتحالف العربي فيما الآخر يوطد وضعه على الأرض أكثر، سواء التمرد اللي حصل في عدن وأيضا القوات الإماراتية التي أصبحت محتلة بالقوة العسكرية للبلد، وفي نفس الوقت في الشمال الحركة الحوثية بدأت القضية تتجه من اتجاه انقلاب واستعادة الدولة إلى تقسيمها وتجزئتها ووضع كل هذا الجانب السياسي في سلة المهملات والانشغال بالجوانب الأخرى، وهي الجوانب التي هي تأثير لهذا الحدث مثل الجوانب الإنسانية، وتفكيك القضية أيضا إلى
أجزاء إلى مشاكل متعددة من ضمنها مشكلة الحديدة. ورغم أن الاتفاق الذي حصل في الحديدة يجب أن يسبقه يعني حسن نوايا بعض الأعمال مثل ما يتعلق بإطلاق الأسرى، إلا أنه لم يحصل هذا كله، ولا زال غريفيث يتحدث عن تقدم ملموس بينما حسن النوايا سقطت ولم يوجد شيء في الأفق باتجاه السلام، وإنما باتجاه سيطرة الميليشيات بقوة. إلى جانب ذلك نستطيع أن نقول أن الحكومة أصبحت في وضع هش وضعيف، وإلا كان يفترض أن تقدم لمجلس الأمن في هذه في هذا الاجتماع طلب بإنهاء تواجد الإمارات العربية المتحدة حتى يستطيع مجلس الأمن فرض عقوبات دولية على الإمارات، ولكن للأسف معناه اعتراف بمشروعية الحركة التي قامت بها الإمارات أو تحويلها كإشكالية داخلية بين اليمنيين بعضهم البعض، فيما هناك عامل إقليمي قوي وداعم للتمرد اللي حصل في عدن مثل ما هو الإيران التي دعمت الانقلاب في الشمال أو في صنعاء. بذكر ذلك سيد عبد السلام، بذكر طيران الإمارات الذي قصف الجيش اليمني في عدن، كان من الملاحظ أن جريفيث لم يشر إلى ذلك في كلمته، ولم يتم الحديث عن هذا الموضوع في جلسة الأمن، ربما هو كان الحدث الأكبر في الأيام السابقة والمفترض تسليط الضوء عليه في جلسة تخص اليمن وتتحدث عن مصيره ومستقبله وتقسيمه. كان يفترض بالحكومة اليمنية أن تقدم طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن، تطلب منه أن طلب يعني تضامن في حملة عداء وحملة عدوان عسكري من قبل الإمارات وجهت إلى الجيش اليمني، ولكن للأسف يعني الوضع كما نرى أمر معقد جدا. لدينا تحالف عربي، والتحالف بين الإمارات والسعودية لا زال يعني أكثر صلابة من هو التحالف بين الحكومة اليمنية والإمارات، وبالتالي صعب جدا التحرك في هذا الاتجاه. أنا أرى أن الحكومة اليمنية يفترض بها على الأقل أن تتحرك دبلوماسيا باتجاه إدانة هذه الغارات لأنها وجهت للجيش اليمني، بينما الإمارات تقول أنها لميليشيات إرهابية. فالسكوت في هذا معناه اعتراف بأن القوات المتواجدة أو التي أرادت الدخول إلى عدن لحفظ الأمن وبطلب من رئيس الجمهورية كانت ميليشيات وليس إلا. نعم، إذن سيد عبد السلام تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الصحفي صلاح سقلدي والذي ينضم إلينا من عدن. مرحبا بك سيد صلاح. إذن جلسة مجلس الأمن الأخيرة، المبعوث الأممي حذر في كلمته من تقسيم البلاد، وتم التأكيد على الحرص على وحدة اليمن ووحدة أراضي. هل يعني هذا الوقوف ضد مطالبات الانتقال بإنشاء دولة جنوبية؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. ما قاله جريفيث في حاطته الأخيرة حول مسألة الوحدة اليمنية فهو لم يكن غريبا، فاعتادت الأمم المتحدة أن تكرر مثل هذه العبارات التقليدية، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها بأنها تحفظ وحدة أو تمنح انفصال، فهذا عمل روتيني تقوم بالأمم المتحدة بكل الأحوال، وشاهدنا ذلك من خلال قرارات الأمم المتحدة وحاطتها والبيانات التي صدرت تباعا من عام 2015. ما كان لافتا في حاطة السيد جريفيث هو أنه أشار في اتفاق السويد فيما يخص الساحل الغربي، وتعرض إلى كثير من النقاط منها مسألة الأوضاع في الجنوب. فالسيد جريفيث يبدو أنه أضيفت إلى ملفها نقطة عصيبة أخرى في ملف الجنوب، فيما كان هذا الملف فيما كانت هذه النقطة فاضية من ملفه بالأيام السابقة وبالجهولات التنسيقة اللي عملها خلال 6 شهور الماضية،
ولكن ماذا لماذا ظهرت هذه لماذا ظهرت هذه النقطة؟ لماذا برزت على السطح على الأرض وعلى الجانب السياسي؟ عفوا على المقاطعة سيد صلاح، ولكنه وصف بتحركات المجلس الانتقالي بغير المقبولة، وعندما تقول لا يعول على كلام جريفيث، أليس كلام جريفيث هو يعني الموقف الدولي، يعبر عن الموقف الدولي ككل؟ نعم الموقف الدولي يعبر عنه، فإذا كنا ننظر في هذا السياق فلا نفصل هذه في النقاط السبع التي وضعها جريفيث، فهو وضع عدة نقاط منها تشكيل حكومة واحدة وطنية وضمان الملاحة ودعم الجيران لليمن، وأقال في أهم نقطة في ضمن هذه النقاط السبع أن اليمن هو الشعب اليمني الوحيد الذي يقرر شكل الدولة في المستقبل، ولم يذكر لا مرجعيات حوار ولا مرجعيات حل على الإطلاق، فهو نهائيا تغاضى عنها وتغاضى عن شكل الدولة الاتحادية التي لطالما رددتها الشرعية اتباعا. فالرجل ترك الأمر مواربا سواء للوحدة أو للانفصال، فلم يشدد على مسألة أن اليمن يكون ضمن مشروع سياسي بعينه مطلوب من طرف سياسي بعينه، وفي نفس الوقت لم يؤكد على أن للجنوب حق تقرير مصيرهم، فهذا لم نتفاجأ فيها على الإطلاق، ولكن الرجل كان أكثر وضوحا وكان أكثر منطقيا من ما تطرحه القوى اليمنية في الشمال، فهو لم يصر على أي شروط ولم يصر على أي سقف ولم يتمسك بأي محددات ولا أي مخرجات ولا أي مرجعيات على الإطلاق. فالرجل بالإضافة إلى النقاط التي وضعها من ضمنها فتح المعابر ومسألة الشروع عملية التسوية السياسية ودعا كل الأطراف إلى هنا، ولكن دعيني أقول نقطة مهمة، فما برز في الجنوب من تداعيات ومن انعكاسات على المستوى السياسي والعسكري هو نتيجة منطقية وطبيعية لتجاهل القضية الجنوبية وتجاهل القوى الفاعلة داخل الجنوب من بعد الحرب على الأقل، فالأمم المتحدة كانت شريكة بهذا، والمبعوث الدولي والمبعوثين السابقين كانوا شركاء في هذا عندما استبعدوا وتجاهلوا القوى الجنوبية الفاعلة ومنها مقر المجلس الانتقالي، وكان من الطبيعي أن يظهر هذا الخلاف وأن تطفو إلى سطح ما نراه اليوم. فتجاهل القوى الجنوبية ما بعد الحرب هو يأتي اتصالا واتساقا مع تجاهل القضية الجنوبية التي نشأت عام 94 إلى اليوم، فالقوى اليمنية برغم اعترافها بأن هذه قضية عادلة وبأن الجنوب تعرض لاحتلال صريح عام 94 إلا أنها ترفض أي حل عادل لقضية الجنوبية وترفض أي حوار مع الأطراف الجنوبية الفاعلة فيما هي ذهبت إلى أقصى شمال الكرة الأرضية لتتحاور مع الهوثيين الذي في نفس الوقت تصفهم بأنهم انقلابيين وتصف ما جرى في عدن بأنه انقلابي. على كل حال وضحت الفكرة سيد صلاح، سأعود إليك ولكن دعني أن أعود إلى سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد الدراسات. سيد محمد، الموقف الدولي الذي أتى على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن محذرا من مغبة تقسيم البلاد، وفي ظل كل هذه الإدانات الواسعة لتحركات المجلس الانتقالي، هل ستكون لكل ذلك تأثيرات في المرحلة المقبلة؟ الإدانات السياسية سواء رسمية أو غير رسمية لا تؤثر إطلاقا على فرض أمور وعلى الواقع وعلى الأرض. الانتقالي فرض عسكريا وبدعم إماراتي سخي، وبالتالي من الصعب تغيير هذا الواقع ما لم يكن تغيير عسكري وبدعم أيضا حليف إقليمي أو دولي. أعتقد الإدانات هي تستخدم ربما كأوراق فقط للعبور، أما رؤية جريفيث للحل في اليمن فهي رؤية لا تعني، لا أعتقد أنها ستؤدي إلى السلام في اليمن، وإنما ستؤدي إلى تجزئة المجزأ، وبالتالي هو ينظر إلى أن المشكلة بدل كانت مشكلة انقلاب وشرعية أصبحت المشكلة أكثر تجزئة وهي مشكلة الحديدة، والآن أضيف لها مشكلة عدن سيضيفها إلى برنامجه خلال الفترة القادمة، وبعد ذلك سيضيف مشكلة المهرة إلى نفس البرنامج، وبالتالي يتم تجزئة الحلول وتجزئة القضايا والمشاكل إلى أجزاء صغيرة إلى أن تصبح الحل في إطار دولة كاملة من الصعب جدا، وبالتالي يصبح التعامل مع هذه الأجزاء
كل جزء في بحلول من خلال الأدوات القوية والنافذة على الأرض، فتصبح كل هذه الأدوات كل جزء تسيطر على أو كل أداة تسيطر على جزء من هذه الأجزاء، بالتالي لا نخرج إلى طريق ولن يكون هناك حل سلام شامل في اليمن على المدى القريب، وإنما سيكون اعتراف لكل قوة تفرض أمر واقع على الأرض. نعم، إذن سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن أعود إليك سيد صلاح، كنا نتحدث عن تحركات الانتقال في ظل المواقف الدولية الرافضة لهذه التحركات، إذن على ماذا يعول الانتقال في ظل كل هذا الرفض لتحركاتها على الأرض؟ انتقالي على عدالة القطع الجنوبية وعلى حضوره الجماهيري وعلى المطيرات التي طربتها أوضاعنا بعد الحرب. فإذا كان المجتمع الدولي ينصف مظلوم لكان انصف الشعب الفلسطيني من قبله، ولو كان القرارات الدولية تعيد دولة أو تعيد جمهورية لكانت عملت من عام 2015 مع الحركة الحوثية. فقوة العدالة هي أقوى من أي قرارات دولية، حتى وإن سلمنا بأن هذه قرارات قانونية ودولية شرعية، ولكن دعيني أقول بأن ما يتم اليوم التجاهل للقضية الجنوبية وما يتم تجاهل للمجلس الانتقالي من حوار، فهو يضاعف من حجم الكرة النار فوق الجميع. فلا أرى أي مبرر للتمنع أو لعدم الحوار مع المجلس الانتقالي في الوقت الذي تقوم في هذه السلطة بعدة جولات حوار مع الحركة الحوثية في صنعاء. فإذا فرضنا جدلا بأن ما جرى في عدن هو انقلاب وفي صنعاء هو انقلاب، فلماذا يتحاور؟ نعم سيد صلاح، الموقف الدولي وايضا موقف جميع الاطراف سواء من الداخل او من الخارج ليست مع القضيه الجنوبيه، وانما هي من المجلس الانتقالي الذي اول من اساء للقضيه الجنوبيه، ولا وكل ما قام به مؤخرا لا يخدم القضيه وانما يصب بعكس صالحها. اسمح لي، المجلس الانتقالي ما يتم تحميله اليوم سبق وان تم تحميل الحراك الجنوبي نفس العبارات ونفس المفردات ونفس الشتائم ونفس التهم ونفس السباق التي يتلقاها الانتقال يتلقاها الحراك الجنوبي بكل تكويناته وبكل مجالسه من عام 2007 وحتى اليوم. فهل كانت هذه القوى في الشمال راضيه عن الحراك الجنوبي قبل ظهور المجلس الانتقالي؟ ابدا لم تكن راضيه. فاخطاء الانتقالي وما اخذوه فما هي الا ذريعه لاستهداف القضيه الجنوبيه و تجاوزها وتخطيها. فان كان القضيه الجنوبيه هي موجوده من قبل الانتقالي، فهل تم تعاطي معها بجديه؟ لا، لم يتم على الاطلاق هذا. هل كان هناك القوى من عام 94 حتى الان تعاملت بعداله ونيه صادقه مع القضيه الجنوبيه من عام 94 من قبل ظهور الانتقالي من قبل حتى الحراك الجنوبي؟ فالتجاهل الذي تعرض له الحراك الجنوبي يتم يتعرض له اليوم المجلس الانتقالي. فلا ارى اي مسبب ولا اي منطق لعدم الحوار مع المجلس الانتقالي في الوقت الذي تحاول هذه السلطه تحاول الجميع بما فيهم حتى القاعده. فلماذا لا نعتمد بالحوار هو الوسيله الناجعه وبالاخير لا يطيح الا السحريه. فان كان الجنوب قضيه حائله فسياخذها سواء تاخر الحوار ام لم يتاخر، ولكن من المؤكد ان كل ما تاخر الافتتاح على القضيه الجنوبيه وكل ما تم تجاهل منها كل ما زادت تعقيدات القضيه هذا وكل ما انعكست نفسها على الاوضاع مجملا في اليمن عموما. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن صلاح السقلدي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بك سيد عبد الناصر. إذن جلسة جديدة لمجلس الأمن والحديث عن محاولة لإعادة مسار السلام. سيد عبد الناصر، في ظل الأوضاع شمال وجنوب، هل الحديث عن إعادة مسار السلام ما زال واقعيا؟ مساء الخير. الحديث عن مسار السلام يعني ليس له اي ارضيه ولا امكانيه وتماما بعيد عن الواقع، خاصه بعد التعقيدات الكبيره التي شهدها اليمن وتشهدها المنطقه، كلها تشير الى ان
ليس هناك من إمكانية لأي سلام إذا كان من ذو البداية، من ذو كانت الظروف أفضل وأحسن من الآن لم يكن هناك إمكانية للسلام، فكيف هو الآن؟ لكن يظل المبعوث الأممي وكذلك المسؤولين الدوليين وغيرهم لا بد أن يظلوا يصرحوا بأن قضية السلام والحاجة للسلام وغيرها من العبارات المطاطة. لكن الوضع زي اليمن لا يمكن أن يكون هناك استقرار إلا بحسم الأمور من طرف واحد، أو أن تبقى الأمور هكذا في حالة بعض مناطق فيها حرب وبعض مناطق فيها استقرار نسبي وبعض مناطق يعني لا فيها لا دولة حقيقية ولا وضع طبيعي. بشكل عام الأمور حتى الآن ستستمر هكذا إلى أن يحدث اختراق ما. الحوثيون في المناطق الشمالية بيعززوا مواقعهم وبيتمكنوا يوم وراء آخر من بسط سيطرتهم على مناطق نفوذهم، فيما السعودية التي تقود الطرف المعارض للحوثيين هي في حالة إرباك وارتباك وفي حالة فشل، كان على صعيد اليمن، كان على صعيد الوضع الإقليمي وصراعها مع إيران وغيرها، وبالتالي الأمور مرشحة للمزيد من الفوضى والمزيد من الفراغات التي تستغلها أطراف كثيرة كانت من خارج اليمن أو من داخل اليمن. نعم سيد عبد الناصر، كيف تابعت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن؟ كان من الملفت للنظر أنه لم يشر إلى قصف الطيران الإماراتي على الجيش اليمني في جنوب اليمن، كيف يمكن فهم ذلك؟ يعني المبعوث الأممي لا يريد أن يغضب أي طرف احيانا بحسن نيه وربما احيانا بسوء نيه، او يعني لا نعرف بالضبط، ولا كان عليه ان يشير على الاقل ان يشير الى هذه الحادثه، كون هذه الحادثه كانت حادثه طارئه، حادثه ادت الى خروج الصراع بين ما يسمى الحكومه الشرعيه والامارات إلى العلن وإلى مطالبات في مجلس الأمن وإدارة الإمارات وغيرها من المواقف التي كان ينبغي عليها أن يشير لها، ولكنه فضل أن لا يدخل في هذا المجال وكأن الأمر لم يحدث. بشكل عام المبعوثين الأمميين نادرا ما يكون لهم مواقف واضحة وحاسمة، ويظلوا يستخدموا العبارات المطاطة والكلام الإنشائي كما أنا لاحظه مع جريفيث تحديدا الذي دأب على الحديث عن بعبارات مطاطة من قبيل التقيت والكل لديه الرغبة في السلام وهناك حاجة للسلام واليمن يحتاج للسلام وغيرها. وهذا الأمر أيضا انعكس بنفس العبارة تقريبا في المقال الذي نشره في نيويورك تايمز اليوم، بيعيد نفس الكلام وبنفس الصيغة، وكأن المسألة مسألة أن هناك سلام قريب، وكأن الأطراف المتصارعة هذه ليست هي في تائها وتبحث عن السلام، وليس أنها بسبب طبيعتها وبسبب أيديولوجيتها وبسبب سلوكها لا يمكنها أن تكون جزء من السلام، لكن هو وغيره إذا يرددوا هذا الكلام ويصرفوا لنا الشعب اليمني مجرد كلام لا معنى له. نعم، إذا سيد عبد الناصر المودع كنت معي من عمان، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من العاصمة الأردنية عمان سيد عبد الناصر المودع، وكان معي من عدن الصحفي صلاح السقلدي، وكان معي من اسطنبول عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات، والشكر هو لكم من
زميلي معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.